السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحاول نشوف التمرين الثاني من الامتحان الوطني 2019 الدورة العليا. التمرين الثاني كيتكون بجوج أجزاء، الجزء الأول فيه الموجات الميكانيكية والجزء الثاني فيه الفيزياء النووية. إذا مباشرة نمشيو للجزء الأول ديال التمرين رقم جوج. في هذا الفيديو غادي نحاولوا ننصحوا التمرين الثاني اللي كيتكون من جزئين، الجزء الأول ديال الموجات والجزء الثاني ديال الفيزياء النووية. إذا مباشرة نبدأ الجزء الأول، راهو المعطيات لدراسة انتشار الموجات الميكانيكية على سطح الماء. نستعمل حفظ الموجات يعني في هذا الجزء من التمرين إلى تحديد بعض المقادير المميزة للموجة الميكانيكية. نحدث بواسطة هزات في نقطة S من السطح الحر للماء موجة متوالية جيبية ترددها N تساوي 20 هرتز. إذا لاحظوا المعطيات أو الوضع هنايا ترددها 20 هرتز. نعم، تنتشر هذه الموجة عند اللحظة التي تساوي صفر انطلاقا من نقطة S دون خمول ودون انعكاس. يمثل الشكل الجاني له مقطعا في مستوى رأسي لجزء من سطح الماء عند لحظة تعرف هو T1. إذا لاحظوا معايا هذا هو المقطع ديال طبيعة الموجة الميكانيكية الذي تنتشر على سطح الماء. هنايا نقطة انطلاق الموجة اللي هي كنسميوها المنبع S، وهنايا النقطة اللي وصلت لها الموجة اللي كتسمى مقدمة الموجة. وهنا عطونا هذه المسافة اللي كيشيروا إلى لحظة المعطيات، كل حاجة فيها مهمة جدا. عطونا هذه المسافة اللي مثلوها في الشكل كتساوي 1.5 سنتيمتر. نمشي مباشرة نناقشوا الأسئلة. السؤال رقم واحد يقول: هل الموجة المنتشرة على سطح الماء طولية أم مستعرضة؟ علي الجواب. الآن هذا كيخلينا نعاود نذكر شنو هي الموجة الطولية وشنو هي الموجة المستعرضة. الموجة المستعرضة هي كل موجة ميكانيكية يكون في اتجاه التشويه، يكون اتجاه التشويه كبير عمودي على اتجاه الانتشار. هذه هي الموجة المستعرضة، الموجة الميكانيكية المستعرضة. وبالنسبة للطولية يكون اتجاه التشويه يوازي اتجاه الانتشار. حنا هذه الموجة التي انتشر على سطح الماء كنشوفوا هذا الاتجاه الرأسي هو اتجاه التشويه، الاتجاه الافقي واتجاه الانتشار. اذا كل موجه تنتشر على سطح الماء فهي مستعرضه. اذا سؤال واحد، موجه طوليه مستعرضه، الجواب حلقه بالسحر يعني اختصار مستعرضه. التعليل شنو يخلينا نقولوا مستعرضه؟ لان اتجاه التشويه عمودي على اتجاه الانتشار، لان اتجاه التشويه فلا عمودي على اتجاه الانتشار. السؤال واضح جدا، الموجات التي تنتشر على سطح الماء فهي دائما مستعرضة، الموجات التي تنتشر فوق الحمل فهي دائما مستعرضة، للإشارة فقط الصوت، الموجات الصوتية وفوق الصوتية فهي موجات ميكانيكية طولية. خير، شو السؤال رقم جوج؟ لاحظوا معايا كيعطونا يعني أسئلة دقيقة ومختصرة، يعني ما فيهاش بزاف ديال المراحل. نعم، السؤال رقم جوج يقول: حدد طول الموجة بلانك، طول ديال الموجة. دائما تنحاول نذكر الطول ديال الموجة كتعريف، المفهوم ديال طول الموجة هي المسافة، الطول وعبارة عن مسافة. أش المسافة؟ الفاصلة بين نقطتين متتاليتين لهما نفس الحركة الاهتزازية. مثلا طول الموجة يمكن يمشي من المنبع حتى لهنايا، هذا طول ديال الموجة. يمكن يمشي من القيمة الدلوية حتى القيمة الدلوية التي تليها. يمكن يمشي من القيمة القصوى حتى القيمة القصوى التي تليها. بصفة عامة طول الموجة هي المسافة الفاصلة بين نقطتين متتاليتين لهما نفس الحركة الاهتزازية. هنا يتهمنا حدين تتعمل القيمة، يعني رقم السؤال وكتب القيمة، القيمة ديال طول الموجة. هنا شفنا الشكل المعطيات توفر عندنا القيمة من القيمة القصوى حتى القيمة القصوى التي تليها. إذا أو تقولوا المسافة بين دروتين متتاليتين، دروتين، والمسافة بين دروتين متتاليتين تمثل طول الموجة. إذا طول الموجة هي 1.5 سنتيمتر. مزيان، بالتالي شي مرة تطلبنا نعرفوا هذا المفهوم طول الموجة، المسافة الفاصلة بين نقطتين متتاليتين لهما نفس الحركة الاهتزازية، وطلبت الحالة من القيمة القصوى حتى القيمة القصوى، من القيمة الدلوية حتى القيمة الدلوية، كلهم هذه المسافات كيمثلوا طول الموجة. السؤال رقم ثلاثة. نعم،
سؤال رقم 3 يقول استنتج سرعة انتشار الفيديو. إذا فلتمكين فقط نحاول نجوم ونحاول نذكره. فسرعة الفيديو صفة عامة، صفة عامة هي الدعنة بالفيديو. سرعة الموجة الميكانيكية هي المسافة المقطوعة عن طرف الموجة على المدة الزمنية التي يلزم لها هذه المسافة، هذه صفة عامة. وصفة خاصة إذا كانت الموجة متوالية دورية في يمكن تطبق العلاقة ديال اللمضة على التين أو الموجة على الضوء أو الضغط أو الموجة وفرد. إذا هذه كلها علاقات ممكن تسبب يسرع انتشار. إذا احنا دائما كنشوفوا شنو هي العلاقة المولية، ماشي غير كتبوا العلاقة المحافظين وصافي. هنا كنلاحظوا متوفر عندنا التردد الآن ومتوفر عندنا ضوء الموجة. إذا سرعة الانتشار في علاقة مناسبة في هي لومضة هو ان، لومضة هي طول الموجة وان هي التردد. إذا التطبيق العددي لومضة 1.5 سنتيمتر نحولوه لمتر 10 صناعي في الموجة. التردد هو 20. إذا إلى حسب الكالكيلاتريس التطبيق العددي غتبقى هي 0.3 الوحدة ديال السرعة متر صغور المنزل ولا متر بار صغور. إذا سرعة الانتشار هي 0.3 متر بار صغور اللي هي سرعة الانتشار. السؤال رقم 4 وقت آخر بالنسبة لهذا الجزء ديال الموجز. السؤال رقم 4 يقول تمثل النقطة أن التي توجد على مسافة D تساوي S N. إذن هاي النقطة أن البعيدة عن النقطة S واحد المسافة اسمها D. D هي S N مش مشكلة. قال S حتى الأب المسافة هي D. ما عليناش. بالنسبة للنقطة S مقدمة الموجة عند لحظة T واحد. عبر عن التأخر الزمني الضوء. إذا بغينا التعبير ديال شنو هو تأخر الزمن؟ تأخر الزمن من النقطة M بالنسبة للنقطة S. شحال هي المدة الزمنية بمعنى اللازمة لقطع المسافة SM من طرف الموجة؟ هو التأخر الزمني. التأخر الزمني للنقطة M بالنسبة للنقطة S هي شحال هي المدة الزمنية اللي كتستغرق الموجة باش تنتقل من S حتى M. هذا هو المعنى ديال التأخر الزمني. سؤال هنا كنعبر التأخر الزمني بدلالة الدور تي. بدلالة الدور تي حنا كنعرفو تي راه هو واحد على ان واضح. إذا تي الدور هو المقلوب ديال التردد. إذا بغينا نعطو بدلالة الطوق يعبر عن الزمن والتي هو الدور يعبر عن الزمن. الدور هو المدة الزمنية اللازمة لتكون موجة واحدة. إذا بغينا نعطو بدلالة تي. إذا نمشيو للتعريف. التعريف شنو يقول لنا؟ التعريف كيقول لنا راه فوق كيساوي المسافة. المسافة قلنا دي، دي هي اس ان، دي مقسومة على في. إذا ما نساوش الكهرباء عليكم. التأخر الزمني هو المسافة المقطوعة عن طرف الموجة على سرعة ديال هذه الموجة. دي بين التأخر الزمني للنقطة ان بالنسبة للنقطة اس. إذا المسافة دي هي اس ان. إذا غادي نعرف دي هذي باس ان. مقسوم على اش؟ على في. مزيان. السؤال هنا باش نركزو عليه قال لنا طوق بدلالة تي. مزيان. شوفوا مزيان إذا عندنا اس ان نحاولوا نعرضوا اس ان ونعرضوا في ونلقاو طوق بدلالة تي. أول حاجة من اس ان المسافة اس ان غادي نشوفوا شحال فيها من لونغ. اس ان ردوا بالكم دائما عندك واحد المسافة شحال فيها لونغ. إذا من هنايا حتى لهنايا هذه هي لونغ رقم واحد. لاحظوا معايا موضع السكون حتى موضع السكون الذي يلي في المسمح. إذا من هنا حتى لهنا هذه هي لونغ رقم واحد ومن هنا حتى لهنا هذه هي لونغ رقم جوج. إذا المسافة بين اس و ان هي جوج لونغ. غنعوضوا اس ان هي جوج لونغ. ركزوا معايا مزيان على الطريق. و في في غنكتب لها في هي لونغ و ان. في هي لونغ و ان. إذا لاحظتوا هنا ممكن نختازوا لوندا مع لوندا. مزيان. إذا اختازنا لوندا مع لوندا فبطبيعة الحال غتبقى لنا كيف كتشوفوا طوق هي جوج وإذا اختازنا لوندا مع لوندا غتبقى طوق هي جوج على ان. إذا طوق هي جوج على ان دون
قلنا ان لا تنساش اي نتي تي هي واحد الى الان اذا تعاون واحد الى الان عرضها تي من واحد الى الان في جوج هي جوج تي فهكذا نكونوا سالينا جمع السؤال تعبير رياضه هي جوج تي نعاود ناكد فهل واحد الى الان هي تي احنا جوج على الان شنو هي جوج على الان هي جوج في واحد الى الان جوج في واحد الى الان هي جوج ولا بغيت تتبع العدد بطريقة بحال يمكن تتبع العدد بهذا ما عندي مشكل يمكن نمشي نحسب تي هي واحد على الان وطو هي جوج تي ونحسب يمكن نحسب هذا جوج على الان هي جوج على فوالا ان هي 20 هي واحد على 10 هي 0.1 صفر اذا هذا هو التطبيق العددي ديال التطبيق العددي ديال التاخر الزمني للنقطه ان بالنسبه للنقطه اس اذا لاحظوا الهدف اللي تيهمنا حنا هو نركزو مزيان نعرفو نراجعو شنو هو التعريف ديال الفرصة باش نعرفو الموجة المستعرضة مادام هنا عندنا الموجة المستعرضة نراجعو في الموجة الطولية هذا هو اللي كيهم بزاف عندنا هنا طول الموجة والضوء نعرفو التعريف ديالهم مثلا عندنا هنا كيفاش نحسبو سرعة الانتشار نعرفو كاع العلاقات نحسبو من السرعة كيف ما ذكرت في البعض هنا عندنا التأخر الزمني نعرفو التأخر الزمني كيفاش نتعاملو معاه وتقريبا هادو مختلف يعني مختلف الاشياء اللي خاصنا نكونوا عارفين بالنسبه للموجات وخصوصا درس طول ديال الموجات اذا الان نمر مباشره باش نكملوا التمرين رقم جوج نمشيو للجزء الثاني اللي هو الفيزياء النوويه اذا نقراو المعطيات دراسه تفتت نواه الرادون نواة الرادون 22 هي هذه اذا هذه المعطيات اللي حاولت نشدو اللي حاولت نرسم هنايا كيف الورق ديال الموضوع اذا دائما نحاولوا نخدموا هذا الشيء ماشي دابا في صافي صافي نشوف خدام وشوف مزيان سيرو كاكاتريس وجمع راسك وخدام وراجع وهذا والحمد لله نحاولوا كل شيء تنوجهوا الطريقه اللي خاصك تستعملها بعض الاسئله اللي عرفتي وشي الاخرين اذا خاصك اما واحد بالنسبه ليا لو كنت تقراو مثلا تيديروا الفيديو ديال التصحيح هو باش يرجع كاع الامتحان راه كيخرب ما صايبش اذا حاول يخدم ويراجع وشوف الاسئله هاد المعطيات كلها يقراها مزيان وقاري الاسئله وشوف كيفاش تعاملوا مع الجمله هذا هو اللي مهم مزيان نعم ينتج غاز رادون متواجد في غلاف جوي عن تفتتات المتتاليه الاورانيوم الذي تحتوي عليه صخور جرانيت للرادون ديال رمز اف ان عده نظائر منها نظير 222 اشعاعي نشاط يهدف هذا الجزء الى دراسه التفتت النووي لهذا النظير معطيات عمر النصف ديال الرادون تي ان دوميزيال عمر النصف هو المده الزمنيه اللازمه لتفتت نصف العينه الذكيه عمر النصف الفيزياء النووية التعريف ديالو هو المدة الزمنية اللازمة لتفتت نصف العينة الذكية تي ان دومي 3.2 جوغ تدخل هاد تي ان دومي بالمينيت بالساعة بالجوغ راني ماشي مشكل إذا عندنا بالجوغ هنايا مزيان المعطيات الأخرى جدول طاقتيا هي طاقات الربط بالنسبة للنووية عندنا طاقة الربط بالنسبة للنواة وعندنا طاقة الربط بالنسبة للنووية هنا عندنا طاقات الربط بالنسبة للنووية عطاونا النواة الرمز طاقة الربط بالنسبة للنووية بالمير بار نيكليون بالميجا الكترون فولت بار نيكليون إذا النواة الأولى الهيليوم ها هو الصيغة ديالها أش جوج ربع طاقة الربط بالنسبة للنووية هي 7.7 مير بار نيكليون بالنسبة للرادون 222 7.63 وبالنسبة للبورونيوم بي أو 84 218 7.73 إذا نشوفوا الأسئلة هذا السؤال رقم واحد من بين النواتين ان بي او رادون بولونيوم من بين هذه النواتين هذو فوالا ما هي النواة الاكثر استقرارا عندي جوابك هذا هو السؤال رقم واحد اذا الاسئله راح انها اسئله مباشره تقتضي فقط التلميذ يكون عارف التعريف عارف الامور الاساسيه اللي كاينه في التمارين وفي الامتحانات فهذا الا بغينا نشوف النواة الاكثر استقرارا من بين الاشياء اللي من خلالها كنعرفوا انها اكثر استقرارا هي طاقه الربط بالنسبه للنوويه يعني عاد من المعطيات طاقه الربط بالنسبه للنوويه ديال الرادون 7.69 طاقه الربط بالنسبه للنوويه ديال البولونيوم 7.73 كتلاحظوا 7.73 راه اكبر من 7.63
وكلما كانت طاقة الرد بالنسبة للنمو أكبر كلما كانت النواة أكثر استقرارا. إذا النواة أكثر استقرارا هي البيبر، هي نواة البورنيوم. لماذا؟ لأن طاقة الرد بالنسبة للنمو بالنسبة لها أكبر. إذا كيفاش كنجربو؟ كنجربو البيبر بمعنى على الصيغة ديالها 84 280 218 أكثر استقرار ان اللي هي 86 222. مزيان التعليم ضروري نتوقع لي جوك ضروري عطيني شنو هي الطريقه، شنو هي القاعده، شنو هي الشيء اللي استعملته باش عرفت ندي اختها استقرار سالينا طاقه رب بالنسبه للنمو. لماذا؟ لان هذا هو رمز ديال طاقه رب بالنسبه للنمو، لان هذا هو رمز ديال طاقه رب بالنسبة للنموية ديال بي او فوالا أكبر من طاقة بالنسبة للنموية ديال اف ان وانتهى. إلا بغينا نتكتبوها بلا هضرات، لأن طاقة الرد بالنسبة للنموية لنواة بولونيوم أكبر من طاقة الرد بالنسبة للنموية كي تمشي تهضر. هذا سؤال رقم واحد. سؤال رقم جوج يقول بين أن طاقة الرد لنواة الهيليوم اش تي جوج ربع هي 28.28. اذا هنا ما هو طاقة الرد باش يكون واضح، طاقة الرد حنا المعطيات اللي عندنا باش يكون واضح عندنا طاقة الرد مثلا فوالا كتساوي ديلتا ان اش سي مربع هاد ديلتا ان هي عدد البروتونات زائد كتلة البروتون زائد عدد النوترونات ان كتلة النوترون ناقص كتلة النواة تكون في السي مربع. هذه الطريقة، ولكن الأغلبية كيمشيو مع التلامذة. إذا هنايا ما كنستعمل هاد الطريقة ديال حساب طاقة الرد لنواة معينة حتى تيكون عندنا كتلة البروتون كتلة النوترون. أما عدد البروتونات للتفكير المكونات ديال نواة الهيليوم، عدد البروتونات هو جوج، عدد البروتونات هو تيكون من الطرف الأسفل، هذا هو عدد البروتونات. عدد النوترونات هو الفرق، هو ناقص جوج، كذلك هو جوج. إذا عدد البروتونات عندنا هو جوج، عدد النوترونات عندنا هو جوج، ولكن ما عندناش في هذا التمرين ما عندناش ان بي كتلة البروتون، ما عندناش ان كتلة النوترون، ما عندناش كتلة ديال نواة الهيليوم. إذا هذه طريقة لحساب العدد ديال الكدرات، هذه طريقة لحساب طاقة الرد. إذا هذه الطريقة ماشي مصحيح حاجة، غير ملائمة بالنسبة لهذا التمرين. تمرين واحد آخر راه كنحسب طاقة الرد بهذه الطريقة. إذا شنو كيبقى الحل؟ بقى دائما نفكروا على حسب المعطيات المتوفرة. أنا عندي طاقة رد للنموية ديال 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 الهيليوم، طاقة رد بالنسبة للنموية 7.7. إذا هنا غادي نمشيو مع العلاقة اللي كتجمع بين هذه هي طاقة رد للنموية ديال الهيليوم. شنو كتساوي؟ كتساوي أو إل مقسومة على أ. أه هو عدد الفيشن، هنا أ هو 4، أ هنا 222، هنا أ هو 218، هي أ، هذه هي العلاقة اللي غنستعملو في هذا السؤال. طاقة الرد بالنسبة للنموية اللي هي متوفرة عندنا هنا طاقة الرد للنموية كتساوي طاقة الرد للنواة إنرجي غليزون، طاقة الرد للنواة مقسومة على أ. إذا لو بغينا طاقة الرد، أ هي طاقة الرد، هذه طاقة الرد بالنسبة للنموية. إذا طاقة الرد جدا الطرفين يساوي جدا الوسطين، أو ألف واحد غادي ندير أو ألف طاقة الرد ديال نواة الهيليوم أش أو جوج أربعة كتساوي أ فاش في طاقة الرد بالنسبة للنموية، تساوي أ فاش في طاقة الرد بالنسبة للنموية ديال الهيليوم. شنو هي عدد الكتلة ديال نواة الهيليوم؟ هاي عدد الكتلة هي أربعة. إذا هنا غادي ندير الطابعة اللي هي طاقة الرد بالنسبة للنموية 7.07، النتيجة هي 28، النتيجة النهائية هي 28.28، كل وحدة طالعة ألف الميجا إلكترون فولت. إذا لاحظت اللي بغينا خلال هذا السؤال نركزوا عليه هو العلاقة بين طاقة الرد بالنسبة للنموية وطاقة رد للنواة. الآن هي طاقة رد للنواة، وللإشارة طاقة رد النواة
هي الطاقة لازم يعطاها للنواة لفصل نوياتها باش يفرقوا البروتونات والنيوترونات ديالها. كل نواة تحتاج واحد الطاقة تسمى بطاقة الراس. إذا طاقة الراس هي الطاقة لازم يعطاها للنواة لفصل نوياتها. والعلاقة اللي كتجمع بين طاقة الراس بالنسبة للنوية هي اللي معطيها الاسم. طاقة الآن هي طاقة الراس وآه هي عندي الكتلة. إذا هاد النويات كلهم هاد النواة ولا هاد النواة ولا هاد النواة ممكن نحسبوا كل نواة نحسبوا طاقة الراس حسب طاقة الرد ديالها بنفس الطريقة. مثلا هنا طاقة الرد هي طاقة الرد للنوية فعلى الكتلة 4، هنا 7.69 222، وهنا 7.73 طاقة الرد للنوية فيها على الكتلة 218. إذا بصفة عامة بصفة عامة باش نكونوا عمليين فقط خلينا غير تذكير هاد العلاقة هادي. إذا أي نواة طاقة الرد لواحد النواة إكس إكس هنا عدد الكتلة ديالها ناق، ناق عدد الشحنة زاد، كتساوي بطبيعة الحال هي أن، شكون واضحين، أن ديال هاد النواة إكس، فوالا، مقسومة على شحال أ، إذا هذه هي العلاقة اللي كتجمع بين طاقة الرد وطاقة الرد للنوية، إذا هذا دائما نقصد به، ولا بغينا نحسبوا طاقة الرد جل الطرفين يساوي جل الوسط، تخيل. نمشيو الآن السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 يقول فوالا السؤال رقم 3 الصفحة المقبلة تكتب عدد تحول النووي الرادون 220 كما يلي. إذا هذه هي معادلة أثناء الأعمال هنا 222 86 كتعطينا هنايا في وقت طالب 218 فوالا الروز ناري زائد نواة الهيليوم جوج طعم معظم معادلة التفتت. إذا 222 ناقص 218 هي 4. إذا بالنسبة للطاقة المحررة ليبيري عندنا طريقتين باش نحسبوها على حسب المعطيات المتوفرة. إذا ندخل الطريقة الأولى كنحسبو دلتا إل. شنو هو دلتا إل؟ هو تغير الطاقة. اش كيساوي تغير الطاقة؟ كيساوي دلتا إل و سي مربع. مزيان دلتا إل سي مربع سي هي سرعة الضوء. شنو هي دلتا إل؟ دلتا إل هي كتل. كتل شنو هو؟ كتل نواتج. شكون هما النواتج؟ النواتج عندنا في هذه الحالة هي أش إل و بي أو هما النواتج. إذا هي الكتلة ديال النواتج ناقص الكتلة ديال المتفاعلات اللي هي الآن الكل في سي مربع. مزيان هاد الطريقة هادي واش ممكنة في هاد التمرين؟ غير ممكنة. علاش؟ لأن ما عنديش الكتلة ديال أش إل الكتلة ديال بي أو إلى آخره. إذا كنذكر هاد الطريقة هي مهمة جدا. كنديرو كتل النواتج ناقص كتل المتفاعلات وكنلقاوها بزاف ولكن في هاد التمرين هذا الضوء فغير ملازمة هذه الطريقة. إذا شنو هي الطريقة؟ دائما الحركة. هذه هي الفيزيك. كنفكر في واحد الطريقة عطاتني الحل مزيان، سينو كنفكر في طريقة واحدة أخرى. إذا واش كاينة طريقة واحدة أخرى لحساب الطاقة المحررة؟ نعم كاينة. شنو هي؟ إذا غادي ندير تغير الطاقة. كنحسبو أولا تغير الطاقة كنلقاو سالب بالضرورة سالب. عادة مثلا إلى بين الطاقة المحررة كنديرو قيمة المطلقة ديال تغير الطاقة ونحيدو هاديك ناقص وتعطينا الطاقة المحررة كتخرج لينا موجبة. إذا شنو هي الطريقة التالية؟ الطريقة التالية تقول أن تغير الطاقة هي طاقة رد ديال المتفاعلات ناقص مجموع طاقة رد ديال النواتج. كيف؟ إذا غادي هي الآن ديال من؟ ديال المتفاعلات، المتفاعلات ديال أفان. إذا هي طاقة الرد ديال أفان، ما ننساوش أفان اللي عندها 222 ناقص، يعني إلا كان هنا مثلا عندنا تفاعلات نووية، يعني إلا كان عندنا متفاعلات في مجموع طاقة الرد ديال المتفاعلات، عندنا متفاعل واحد اللي هو هذا، ناقص مجموع طاقة الرد ديال النواتج، إذا ناقص أفان ديال من؟ ديال بي أو، فوالا ديال بي أو بي أو عندها 218 ناقص كنقول
ممكن احنا مش زي كده ناقص، ده بالاحسن دي ناقص، ممكن ندير ناقص في القوس وندير زائد، ولكن من الاحسن دير مجموع طاقه ربط المتفاعلات ناقص مجموع طاقه ربط ديال النواتج ناقص ديال اش ديال اش اللي هو الهيليوم. مزيان، هاد الطاقه ربط ديال اش او ها هي عندنا طاقه ربط ديال اش او على الحال ال ديال اش او هي 28.28 خاصني طاقه ربط ديال هذه وطاقه ربط ديال هذه، وبنفس الطريقه عندي طاقه ربط ديال اش او هي اب عدد الكتله ديال اش او اللي هي 4 فاش طاقه ربط ثانويه. كذلك لو كان طاقه ربط ديال ال ان غندير 222 في طاقه ربط ثانويه 7.63، ولو كان طاقه ربط ديال البولونيوم هي 218 7.73. إذا شنو كتساوي طاقة الضرب ديال الآن؟ هي عدد الكتلة ديال الآن 222 بنفس الطريقة اللي حسبنا بها طاقة الضرب ديال 10 غنحسبو بها طاقة الضرب ديال الآن ديال بي أو. إذا هي 222 فاش إف إن طاقة الضرب النووية 7.69، إذا 7.69 ناقص ماذا؟ طاقة الضرب ديال بي أو، طاقة الضرب ديال بي أو هي عدد الكتلة 218 فاش في طاقة ربط النواتج ديال بي أو 7.73 فقط ناقص طاقة ربط طبيعة الحال طاقة ربط ديال الهيليوم هي 28.28 دائما ديال طاقة راه كتكون لينا سالبة هي كالكولاتريس غتخرج لينا ناقص 6.24 تخرج لينا ناقص 6 كالكيلاتريس يمكن لكم تحقق منه كي دير مشكل ناقص 6.24 اذا شنو هي طاقة المحرك الليلي هي القيمة المطلقة ديال القيمة والقيمة المطلقة ديال ناقص 6 هي 6.24 والوحدة نف. اذا هكذا نحدد طاقة الربط يعني الطريقة الثانية يمكن حسب طاقة الربط أو الطاقة المحررة خلال التفتت النووي، كل تفتت نووي عنده الطاقة المحررة ديالو، حسب الطريقة الأولى اللي ذكرتها ولا الطريقة اللي قدامنا يمكن كنمشي. الآن السؤال الرابع والأخير. السؤال الرابع والأخير يقول نعتبر عينا من الرادون نشاطها الإشعاعي أزر عند اللحظة تي تساوي زيرو. عند اللحظة تي تساوي زيرو عندنا نشاط عينا هو أزر. نشاط عينا هو عدد التفتتات في وحدة الزمن وحدة ديال الفيكيريك. نعم. أوجد بالوحدة الجوغ يعني أوجد بالجوغ اللحظة تي واحد. ملي كنسمعوا أوجد بالجوغ اللحظة تي واحد كنسولوا على الزمن. بغي نحدد واحد اللحظة تي واحد. شنو اللحظة؟ التي يأخذ فيها النشاط الإشعاعي العينة القيمة أ1 تساوي أ0 على رفع. عند اللحظة T1 فوالا كيصبح نشاط العينة أ1 هو أ0 ثم علاش؟ على رفع. إذا عند اللحظة T تساوي صفر نشاط العينة هو أ0، عند اللحظة T1 نشاط العينة أ1 يساوي أ0 على رفع. وغير T1 دائما في الفيزياء النووية ملي كيسولونا على التأريخ على المدة الزمنية ولا على اللحظه، المهم اللي كيسولونا متى؟ اللي كيسولونا على الزمن، فهنا كنستحضروا قانون التناقص الاشعاعي هو الطريقه الوحيده باش ممكن نلقاو الزمن. لاحظوا معايا عندي علاقه كتجمع أ1 و أ0، إذا ما كاين حتى مشكل. إن فو يعطوني أ1 و أ0 ولا أ0 و أ، ولا العلاقه بين أ و أ0 ويعطوني عمر النصف، فأنا ذاك إلا بغيت نحدد اللحظه تي واحد أولا ما يسمى التطريح كنطبق قانون التناقص الإشعاعي. إذا شنو هو قانون التناقص الإشعاعي؟ قانون التناقص الإشعاعي يقول فوالا قانون التناقص الإشعاعي كيقول لنا أ1 كتساوي أ0 في إكسبونونسيال فوالا تي1. إذا لاحظوا معايا أن العلاقة بين أ1 معروفة أ1 كتساوي أ0 على 4 مزيان، وحنا بغينا تي1 وروندا هي ثالثة النشاط الإشعاعي فعندنا علاقة مع عمر النصف. إذا أول مرحلة نشوف مرحلة بمرحلة إذا باش ما نفوش أول حاجة نحددوا الإكسبونونسيال. إذا كان الإكسبونونسيال هو روندا تي1 ناقص معنا أ0 هي أ1
olma bu ara. Via a oaşa da a zero. İdi mi ne 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 fa bu tele mele eksponansiyel bu doğru a zero idi mele eksponansiyel ama kısmı da a zero. المرحلة الثانية غادي تخلصوا من الاكسبونسيال اللي دخل على الطرفين. إذا غادي تقالي لهنايا ناقص لامدا تي واحد فوالا كتساوي الآلام ديال أ واحد على أ زيرو. مزيان إذا لاحظوا معايا هنا إلا بغينا نقلب أ واحد مع أ زيرو فبطبيعة الحال اللي بغينا ندير مقلوب غنضرب ألف ناقص القواعد ديال الآلام. الآلام ديال أ واحد على أ زيرو هي ناقص آلام ديال أ زيرو على أ واحد. إذا غتولي ناقص غتختزل ناقص مع ناقص. إذا لازم تزل ناقص غتصبح عندنا لومدا تي واحد كتساوي الآلام ديال من ديال أ زيرو على أ واحد. خلي دونك إلا بغيت تي واحد غنقسم علاش على لومدا هي الآلام ديال أ زيرو على لومدا غتصبح هي تي واحد تقسم على لومدا بمعنى هي واحد على لومدا فاش الآلام ديال شنو؟ ديال أ زيرو علاش؟ على أ واحد. إذا لقى ليا أ زيرو مكاين مشكل أ واحد غنعوض أ زيرو على ربعة عند أ واحد غنعوض أ زيرو على ربعة وكتاز أ زيرو مع أ زيرو بقات ليا لومدا. ما نساوش هنايا العلاقة اللي كتجمع بين عمر الناس ولومدا تنعرفوا أن تي أن لوميت كتساوي الآلام جوج علاش؟ على لومدا. بين هنا لومدا كتساوي الآلام جوج على تي أن دو. إذا ممكن نعوضو هاد لومدا بألام جوج على تي أن دو. هاد لومدا هادي إذا عندي هنا لومدا هي الآلام جوج على تي أن دو هنا عندي واحد لومدا يعني المقلوب ديال لومدا إلا بغيت واحد لومدا هي تي أن دو على الآلام جوج. إذا هنا غيعطيني تي واحد فوالا غيعطيني هي تي أن دو على الآلام جوج في الآلام ديال عندي هنا أ زيرو و أ واحد غنعوضها أ زيرو على ربعة. إذا غتصبح هنايا أ زيرو مقسومة على علاش؟ على ربعة. إذا هنا غتختزل أ زيرو عوضت أ واحد أ زيرو على ربعة غتختزل أ زيرو مع أ زيرو غتبقى واحد و واحد على ربعة هي ربعة. إذا في التطبيق العددي النهائي تي واحد تي أن دومي ثلاثة و في المعطيات عندي عمر الناس هو 3.8 جوغ 3.8 جوغ. إذا تي أن دو من الجوغ حتى تي غتخرج من الجوغ. إذا مقسومة الآلام جوج تقريبا بيس بالآلام تختزل أ زيرو مع أ زيرو اللي واحد على واحد على أربعة واحد على واحد على أربعة هي ربعة. كيبقى لي الآن التطبيق العددي يمكن ديرو كابيتال بيس بسيط جدا التطبيق العددي وغيخرج منها باش من الجوغ. التطبيق العددي كيخرج منها من الجوغ 3.8 على الآلام جوج و الآلام ديال ربعة. إذا حنايا الآلام ديال ربعة اللي هي جوج الآلام جوج غاتمشي الآلام جوج مع الآلام جوج وتبقى لينا طبيعة الحال جوج في 3.8 هي 7.6 هي يمكنكم تحققوا بكالكلاتريس. إذا 3.8 في جوج هي 7.6 جوج. هذه هي اللحظة اللي من خلالها غيصبح و أ واحد كيساوي أ زيرو على ربعة. إذا هذا هو التصحيح كيف ما قلت دائما إلا كتبوش تساؤلات خليهم ما كاين حتى مشكل ولكن حاولوا تراجعوا وحاولوا تركزوا مزيان لا رد عليكم. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.